بالتوفيق باذن الله. برضو مباراه اعتقد هتكون قويه جدا يعني فيها الى حد ما فكره ان احنا برضو نفوز يعني اثنين او هدفين نظيفين دي حاجه كويسه جدا لصالحنا الى حد ما ممكن تديك نوع من الطمانينه، ولكن انت برضو محتاج ان انت تضغط في المباراه ان شاء الله السبت الجاي في الاياب، واكيد هنحلل الكلام ده كله وهنتكلم بشكل اكثر تفصيلا يعني في الفقره مع كابتن عادل. انت خدتي بالك وركزتي ان احنا تقريبا يعني مش هقول لك لو كل حلقه بس على الاقل حلقه او حلقه لا من قبل رمضان بكتير كل مره بنتكلم عن اصابه شكل يا كورونا يا اصابه عضله خلفيه يا اما عضله ضمه يا اما يعني كميه اصابات مش طبيعيه، زائد ان الحقيقه يعني انا بشوف ان دي حاجه كانت غير مسبوقه، ما حضرناش النوع ده من المباريات المتتاليه بالمعدل الوهمي ده سواء محليه افريقيه كل ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فبطبيعه الحال هم في الاخر مش مكان يعني طبيعي يحصل ده. ما هي دي النقطه انا بتفق معاك جدا، وده يمكن اللي اكد عليه وقلنا النقطه دي برضو بالامس اللي اكد عليه كابتن سامي قمصان، لان هو تحدث ان بعد ماتش سان داونز تحديدا حصل اغماء لبعض اللعيبه ومنهم قلنا السوليه ومجدي قفشه يعني، ففكره بس مش عندك اصابات مش عندك كورونا لا انت عندك كمان اجهاد بشكل ملحوظ على اللعيبه، فيعني احنا لازم نكون متفاهمين ده يا جماعه، ولازم كمان نعذر يعني ما نضغطش. احنا بنامل خير اكيد ولكن الضغط برضو بالشكل المبالغ فيه على اللعيبه ده مش كويس، احنا لازم نديهم الثقه واحنا اكيد واثقين هي يعني ثقه عن استحقاق، فباذن الله اللي جاي يكون كمان افضل من اللي فات. برضو ما فيش شك في اللي انت قلتيه برضو اكيد صحيح، فكره ان احنا فزنا في مباراه الذهاب بهدفين دون رد الى حد ما يعني شيء مطمئن، ولكن ده طبعا بطبيعه الحال اكيد مش معناه ان المواجهه هتكون سهله، اكيد مواجهه سان داونز هتكون مواجهه صعبه جدا، زي ما بنقول دايما يعني النوع ده من المباريات هو كانها مباراه واحده طويله كل شوط عباره عن 90 دقيقه، احنا لعبنا 90 دقيقه في ملعب السلام الاهلي والسلام و90 دقيقه الاخرى ان شاء الله هتكون في بريتوريا، طبعا فريق سان داونز فريق قوي وفريق مميز، ولكن برضه نرجع ونقول فريقنا اللي فاز بهدفين نظيفين قادر ان شاء الله على ان هو يفرحنا مره ثانيه بالفوز في مباراة الإياب بإذن الرحمن. واللي عايز أكد عليها كريم برضو إن إحنا عايزين شخصية الأهلي تكون حاضرة وتكون حاضرة من الدقائق الأولى، هو ده اللي إحنا أو كل ده هو ده الشكل اللي إحنا دايما بنكون حريصين عليه، يعني المباريات اللي بهذه الشخصية، وأعتقد المباراة اللي جاية ما هياش مباراة بسيطة طبعا. إحنا لازم يكون أو تكون عندنا شخصية الأهلي حاضرة وكمان الدوافع تكون موجودة للاعبين بشكل يعني عام عشان نحقق فوز عشان نصعد بقى هنا لنصف نهائي. خليني اقول لحضراتكم برضو زي ما احنا عارفين احنا بنواجه يعني سان داونز للموسم الثالث على التوالي في نفس الدور، ان شاء الله نكون موفقين في المباراه اللي جايه، عندنا مجموعه كبيره جدا من اللاعبين المميزين واكيد الهدف بيكون الانتصار، ولكن التحليلات اختلفت زي ما كنت بقول لحضراتكم برضو، البعض بيرى ان لازم يكون في يعني ضغط من الدقائق الاولى، لو لا قدر الله سان داونز احرز جول في البدايه ربما ده هيبقى ليه انعكاسات سلبيه على الفريق، البعض الاخر كان بيرى برضو ان لابد ان تكون هناك روح الجماعه حاضره في مباراه الاياب، لان الى حد ما البعض قد راى ان في يعني في ماتش الذهاب كان في لعب جيد ولكن كانت شويه مهارات فرديه، التيم وورك ما كانش يمكن طاغي، احنا عايزين في الاياب يكون شكل افضل شويه، حتى الاجوال اللي جت تكون على اساس تيم وورك، ولكن ده لا يعني ينفي تماما ان احنا برضو احرزنا هدفين نظيفين اكثر من رائعين سواء محمد يعني طاهر محمد طاهر يعني كمان انا اعتقد ان الجول بتاعه ده كان رائع جدا او صلاح محسن، فيعني على ذكر كلمه طاغي انا بالنسبه لي بكلمك انا عن نفسي انا شخصيا اللي كان طاغي بالنسبه لي حاجه ثانيه خالص. ايه بقى ايه اللي حصل تحكيميا ده يا شركه دي نقطه بص يعني احنا اتكلمنا عدينا عليها كده امبارح بس لسه يعني لسه الكلام فيها ونامل فعلا النقطه في غايه الاهميه، ما اعتقدش يعني ان هي هتعدي زي ما ده اللي كان طاغي فعلا ده في لعبه بعينها لعبه بعينها المفروض اللي تسبب فيها يعني ده يتعمل له محضر تعدي مش مجرد مش مثلا ايه طرد ومثلا وضربه جزاء لا ده محضر